ورجعنا تاني في بيت أميرة، ويا رب دايما أكون عند حسن ظن حضراتكم. هنشوف بقى الشيف معانا، الشيف محمد عمل ايه؟ ورينا يا شيف برضك معانا. الخليط بتاعنا يا دوبك دفى كده، نزلناه تمام. هنحطه 50 جرام جوز هند مع 20 جرام سميد، تمام. 125 جرام دقيق مع نص باكو، نص باكو بودر، تمام. معانا الوصفة التانية لو حابب ان انت تقدمها برضو. هقدمها ان شاء الرحمن. هنصب بس الروان، تمام، تمام، وندخلها الفرن، تمام، ونبدأ بقى ان شاء الرحمن ايه في الشكلمة. تمام اوكي. بتاخد وقت برضو الشكلمة؟ الشكلمة بتاخد وقت عشان نارها هادية جدا. ليه؟ ما بتحبش تاخد نار عالية، يعني الروان ممكن تاخد من 10 ل 12 دقيقة. تمام. الشكلمة ممكن تخش لها في نص ساعة. تمام. ليه؟ نارها هادية خالص خالص. تمام. لازم هتقلبي حبة عشان الدقيق وكله، عشان لو فيها أي شيء. تمام كده. هنصبها سمننا الصينية. تمام. صينية في حجم دي، يعني التلاتة حبة بيض والمكونات اللي معايا صينية، تمام، صغيرة. صغيرة طبعا. تمام. متاحة لأي بيت، ما رضيتش نجيب ايه عيار كبير ولا حاجة. اوكي. طب تمام. احنا بس هنشوف ضيفتنا الجميله. ماشي يا فندم. اللي روحها حلوه العسوله دي. معانا الاستاذه امل التوني، صاحبه بيج ميلو سيلفر، منورانا. ربنا يخليك. الشخصيه الناجحه اللي بجد مكسره الدنيا. ربنا يخليك. الحمد لله. الحمد لله. منورانا في بيت اميره بجد. ميرسي ليكي. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبتي. عرفينا بنفسك وعرفينا بموهبتك والحاجات الجميله اللي انت جايباها. تمام. هي قطعه تحس ان القطعه الواحده قطعه نادره فعلا، وقطعه جميله جدا، يعني اللي هتلبسها يعني يكون قمر كده زي الاستاذه امل. تسلمي لي حبيبتي. بصي، هي الفكره جات لي اصلا ان انا اصلا بحب الفضه جدا، يعني يعني هو معدن نظيف على الجلد، مش بيحسس حد. في ناس كتير جدا بتحسس من الاكسسوار، مش بتعرف اصلا تلبس يعني اكسسوار. فهو معدن يعني راقي كده في نفسه. طبعا يعني. طبعا احنا يعني فهي الفكره جات لي من كده، يعني انا حبيت قوي قوي الفضه ان انا اشتريها ليا، فبدات بقى من هنا. يعني مين اللي حببك او انت فعلا يعني اللي صحابي بقى كل لما كنت يعني اختار حاجه واشتري حاجه ليا، ايه ده جايبها منين؟ لا هاتيلي زيها، ممكن ياخدوها مني يعني. فقلت لهم لا بقى انا هشتغل لكم فيها يعني. طب ازاي بتنسقي بقى وتطلعي حاجه كويسه يعني؟ بصي، هي الحته دي بيبقى عايزه سنس شويه في انك يعني تحسي الحاجه. يعني تحسي الحاجه تحبيها يعني. انا ما بعرفش على فكره اعرض حاجه مش حباها، وما بعرفش عايزه اعرض كل حاجه، اعرض حاجه بقى مش عاجباني. انا بحب كده ان الحاجه تبان يعني. بصي، ده مثلا انسير تحفه. اوكي، جميل. ده ممكن مثلا انا احطه مع يعني مع كذا حاجه، مثلا في خاتم زي ده هيبقى ماتشنج جدا معاه. اوكي، تمام. يا اما مثلا خاتم الحجر من نفس نوع ولون الحجر نفسه. تمام. معانا فيديوهات برضك، الفيديو يتعرض يا جماعه معلش. تمام. عايزه اسال البيج بتاعك برضك، لان عايزين نتعرف عليكي اكتر. بيج ميلو سيلفر. تمام. هي يعني متخصصه فضه بس حتى. أوكي. يعني السؤال المعتاد لما حد يجي يسالني في اي اوردر، هي دي فضه؟ فهي فضه والله، فضه. والله يا جماعه فضه، يعني شايفين على الفيديو جميل، فيديو جميل وتحفه يعني. في انا ببقى حريصه جدا ان انا اصور الحاجه من على الطبيعه وبايدي وبنفسي، يعني علشان اكثر فكره ان الاونلاين لما بتطلبي حاجه من الاونلاين بتجيلك غير الصوره. لا الحمد لله، يعني دي من الصوره، وهي نفس الصوره اللي بتجيلك. يعني اللي بتختاريها هي اللي بتجيلك يعني. مين اللي دعمك او شجعك اكتر بقى ان انت تخشي في المجال ده؟ اي يعني اي ست متجوزه لو ما فيش وراها راجل هو اللي بيشجعها مش هتعرف تنجح. طيب بصراحه لازم تحيه بقى. فايوه يعني هو هيثم جوزي طبعا. هو شكر بقى اللي ورايا في كل حاجه يعني، حتى مش من الازواج الرخمين اللي هم بيقعدوا بقى ايه يعني لو في وقت مثلا انت في شغلك ولا حاجه يقعد بقى. لا خالص خالص، هو طبعا اللي ورايا وفي ظهري اكيد. ربنا يخليه لك. الحمد لله. طب محتاجه اعرف يعني، في بنات كتير دايما تقول لك ايه الفضه لونها بتغمق، الفضه لونها بتغمق. السؤال ده بيجي لي كتير جدا على فكره فعلا. ناس كتير قوي بتسالني وبتخش تقول لي ليه انا الفضه بتغمق مع الوقت يعني. فهي بس بتبقى محتاجه تلميع، انه انت بس تلمعيها، اهتمي بيها يعني. هي الفضه طالما مختومه
تمام خلاص هي اكيد فضه، ما حدش ضحك عليكي، ما حدش ادالك حاجه بايظه، لا هي الفضه بتتاكسد مع جسمنا على فكره، وبتتاكسد مع يعني لو حد يعني املاحه عاليه شويه طبيعي جدا ان هي تاثر في الفضه. فانت لمعيها بس، وهي ليها كذا طريقه يعني، في طريقه معينه بحيث ان هي يعني تديكي رونق جديد او تحس ان هي فعلا. طبعا ممكن بيكربوناته مثلا لو ما فيش عندك، ممكن صابون اللي هو بتاع الغسيل بس اللي هو الباودر مش الليكويد، بتدعكي كده بيها بتغسليها عادي جدا وتحت الميه الدافيه وبتنضف بترجع فله يعني، ما بيبقاش فيها حاجه خالص، اصل المعدن اوريدي مختوم وفضه فخلاص هو حتى لو لونه غير لمعيه يعني، هو بس كده هو محتاج ان هو يتلمع، يتلمع فعلا. بس وفي على فكره في دي انا جايباها برضو للناس يعني، انا ما بشتغلش فيها بس انا يعني جايباها مخصوص للناس اللي بتقعد تحتار. دي فوطه سحريه جدا، هي الماتريال بتاعتها بتبقى عايزه يعني الماتيريال بتاعت مخصصه اصلا تلميع الفضه والذهب. معلش هاتي هاتيها ببعضها كده معلش يعني. انا عايزه اوريكي كمان في حاجات عربي، الفضه انواع ودرجات يعني، في العربي في السويسري وفي الايطالي. شفتوا والله العظيم حرام عليها يا جماعه، يعني الحاجه يعني تحفه ومدارية كده يعني، شفتم دي حاجات يعني سويسري يعني عايزه ابينها لكم، ابينها لكم ازاي. ده انسيال فصوص زركون كوبي الالماس بالظبط يعني، حتى في شكله مش هتعرفي تفرقيه يعني. اي دي حد الحاجات اللي اي حد بقى عايز يضحك على مراته باي حاجه من دي مفيش مشكله والله. تمام صح يا شيف يعني. يعني ده هي الفضه عيارات ودرجات، وبصي يعني الحمد لله بنعرف. ده اطفال ده يا جماعه لا ده كوليه شيك قوي على فكره في اللبس. جميل. هو صغير كوليه قصير على الرقبه كده وبينزل منه الحلقتين، شيك قوي قوي. سويسري برضو. انت جايبه كل حاجاتك من بره حاسه ان كل ده مستورد، اللي هو الحاجات اللي هي تحسي ان هي شبه الذهب الابيض دي اللي هي بتبقى المستورده يعني. يعني وكل بصي الماتيريال كلها بقت عندنا 925، حتى العربي اللي هو اللي بيسموه مصري كان ده المصري في عيارات، في 800 وفي 925. انا بتعامل في اعلى درجه فضه يعني. تعالوا هنا الخاتم ده هاند ميد. هي تتكلم وتعالوا هنا، حرام يعني ان احنا نسيب الحاجات الحلوه دي. بتظلم الحاجه حطها لي في بوكس مش عارفه مش باين. ده حجر عقيق انسيال مكتوب عليه انت عمري، يا ممكن بهديه تقولي اللي في قلبك للي بتحبيه يعني. يعني الفضه الفضه ممكن تحكي عنك اصلا وانت بتقدميها. شغل عليها شغل عربي، وحتى ال ده عقيق ازرق، ده حجر عقيق لونه ازرق، ده يعني تحفه وحاجه جديده جدا. طب لو بنات جابت لك صوره معينه وعايزه نسق مثلا ده يعني هتقولي لها ايه او هتنصحيها بايه يعني؟ يعني لو حاجات فيها احجار نفس لون الحجر والنوع كده، اي خاتم على اسوره احجار هتبقى نفس لون يعني نوع الحجر واللون يعني. مثلا في هنا بريسيلي في انسيال كده انا جايبه له الخاتم ده، هو مش طقم إيه بس ماتشنج جدا مع بعض. ده اوكي، ده مع ده بقى. شفتي انا عرفتهم ازاي؟ لا وليه بقى واحد تاني اخوه بالظبط. لا تحفه ده برضك. ده انسيال. ده انسيال. ده انسيال. لا 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 بجد بجد. ايوه ده طقم مع بعض. ده كده طقم مع بعض. لا شكله تحفه برضو. ممكن بقى يعني بصي تنسقي برضك اي حاجه من دي. وده امي باين ولا ده هاند ميد برضو. امي تصميم كده. المره الجايه هنجيب ابي يا جماعه، ما حدش يزعل صح. امولها هتجيب المره الجايه. بحب اعمل يعني الخواتم اكتر، بحبها تبقى فري سايز عشان شغل الاونلاين ما بيبقاش فيه ناس كتير عارفه مقاساتها. طب نستأذنك بس نقول للشيف ايه رايك بس معانا عشان مبسوط قوي من الحاجه. لا حاجه جميله بسم الله ما شاء الله. لا واللي معاك كمان المعد اللي معاك لازم ياخد حاجه يعني صح؟ لماما بقى يعني لاخواتك صح؟ طبعا. شفتي؟ يعني على راسي والله. حاجه جميله بجد، تستاهل تقدير بجد، حاجات قيمه جدا. وممكن حاجات صغيره زي ديت. بصي الخاتم ده خاتم بالحرف ماشي، في كل الحروف. الخاتم ده انسب هديه ممكن تقدميها لحد وباقل سعر ومميز جدا. ان هو يجي لك يعني بحرف اسمك. فانا بحب ده لما حد بيقول لي انا عايزه هديه رينج ما يعديش مثلا رينج معين، فورا بنصحها بخاتم الحرف. سبحان الله. جميل جدا. وعلى فكره
حرف الام حرف جوزي يعني تمام. حابه تشكري مين بقى في البرنامج وكلمتك؟ والله انا بشكركم كلكم وبشكرك جدا جدا يا اميره بجد، مستقوي ان انا قابلتك بجد. انا اللي اتشرفت بيكي بجد، وبشكركم كلكم يعني على كل حاجه بصراحه ما شاء الله. روحك حلوه وحاجاتك جميله ودايما في تألق وتميز ان شاء الله، ان شاء الله وتستاهلي كل خير بجد والله. يعني كل سنه وانتي علاقتي بيكي دايما دايما ان شاء الله، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات كتيره. حبيبتي تسلمي، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. طيبه وخير يا رب وسعاده. اخبارك ايه يا شيف بقى؟ خلاص انا صبيت الروان معايا تمام. السمك بتاعها في الصينيه لازم يكون لها حرف عشان دي بترفع. أوكي. تمام بترفع خالص، لازم يكون ربع الصينيه، ربع الصينيه عشان ما تفرش منك وتطلع بره. تمام هتفتح على الفرن عادي خالص، تبص على كل شويه عادي خالص، مش هتهبط منك. اهم حاجه المستوى بتاع الفرن بتاعك يكون كويس، ما يكونش فيه ميل ولا يكون فيه حاجه. تمام هتاخد من 10 ل 12 دقيقه على درجه حراره 160، من 10 ل 12 هي ما بتغيبش، بتستوي على طول. هتكون معانا بقى الفقره الجايه وهنقدمها لامل، طبعا هتكون معانا وهتاكل منها. اكيد طبعا اكيد طبعا ان شاء الله باذن الله. اكيد طبعا. هتعمل حاجه العسل بتاعنا طلع كده، نبدا في الايه، في الشكلان. اوكي هنخش تمام. في الشكلمه دلوقتي ولا ايه؟ اللي انت عايزاه. تمام ممكن تدينا نبصه تمام. حاجه الشكلمه البسيطه بتاعتها الشكلمه تمام. اهم حاجه فيها جوز هند. اوكي لازم يكون بزيت، لازم يكون كامل الدسم. لو ما هو ده سبب فشل الشكلمه مع اي حد. ايه الجوز هند؟ بيكون منزوع الدسم، منزوع الدسم ما بيكونش فيه الروح بتاعه، الروح بتاعه اللي هو الخام اللي هو الزيت ذات نفسه. لما بيستخرجوا الزيت من الجوز هند، هو زيت الجوز هند بيكون الجوز هند ناشف. لما تيجي تعجني بتلاقي شرب الايدام اللي انت حطاه، ان كان بيض او سمنه او اي شيء ايا كان، فيكون ناشف. ده سبب من اسبابها. تمام السبب الثاني في لما انت تعجني في الشتاء بيكون العجين شاد، العجينه شاده معاكي خالص وانت بتصبيها، فلازم تدفي. دي كويسه جدا لكل ستات. لازم تدفي تطلع معاكي كويسه. الله ينور عليك. في الصيف عادي عجينك كله مع بعضه، في الشتاء باخد البيض مع الزبده تمام مع السكر سن على النار ندفيهم وانزل الخليط ايه بيهم. دلوقتي احنا ممكن نعجن كله مع بعضه عادي. تمام اوكي. تمام اوكي. هنطلع فاصل. تمام. واتشرفت بيكي تاني ومتشكره ليكي، وان شاء الله دايما في تألق ونجاح ان شاء الله. هنرجع بعد الفاصل، واوعوا تروحوا في اي حته، انا بقول لكم اهو صح. نستناكم في بيت اميره. فاصل ونواصل.